شوف هذا البسيط، كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وبصحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله ديال هاد لاطارت ديال اللوز، يعني ومزين بالخوخ بالبيش. هنايا انتم كما كتلاحظوا، شوفوا الشكل ديالو كيجي رائع بزاف. وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الحلقه هذه، وما تنساوش الله يجازيكم البارتاج واللايك الفيديو. يعني الى بغيتوا تحترفوا الحلويات مع الشيف عبد البسيط، شجعوا شويه هذه القناه بالفضل ديالكم والفضل ديال الله سبحانه وتعالى. وهنايا غادي ندوزوا الطريقه التحضير ان شاء الله. هادو هما المكونات اللي غادي يخصونا الكريمه، يعني الكريمه دائما يعني بحال هكذا كما الفيديوهات اللي فاتوا، الوصفات اللي فاتوا ديال الكريم ديال لي زامون ديال اللوز. كما كتلاحظوا هنايا، يعني انا كنت خلطت هنايا السكر والزبده، ولكن تفكرت قلت غادي نوريكم الطريقه ديال الكريمه، يعني ساهله باش اللي ما شافوش يشوفوا. وكان يعني كنبين لكم بان الكريمه راها ساهله ماشي صعيبه. يعني السكر حبيبات سنيده، يعني 250 غرام ديال السكر و250 غرام ديال الزبده، وعندي واحد 16 غرام ديال الفانيل، واحد 40 غرام ديال الدقيق. غادي ناخذ واحد القطره ولا جوج ديال لاروم ديال اللوز، وعندي هنايا واحد 5 ديال البيضات 250 غرام بالميزان، 250 غرام ديال البيض و250 غرام ديال البودره ديال اللوز. دابا يعني كلشي واضح. وهنايا غادي نخلي لكم مقادير ان شاء الله كاين في صندوق الوصف. هنايا غادي نعملوا هذا الفانيل، هنايا غادي نعمل يعني بيضه بيضه او جوج جوج بحال هكذا، ونخلطوا شويه بشويه باش يتخلط لنا هذا المكون هذا. تما الكريمه ديالي واجده. دابا ان شاء الله غادي نجيبو العجينه، راه عندي واجده، غادي نشوفو الطريقه ديال لاطارت ديالي. وحنايا كما العاده دائما العجينه ملي كنجبدوها من الثلاجه راه كتكون يعني ساهله دغيا، كتهرس بحال هكذا كتجي يعني هكذا، ما تخافوش منها. هنايا ملي كنبداو كناخذو واحد الكميه اللي غادي نخدمو مثلا بحال هكذا، هنايا وكنخدموها بحال هكذا هكذا دغيا كتطلق. هانتوما بحال هكدا، هانتوما من بعد ما يعني دلكتها واحد شويه هي دابا مبقاتش كت يعني كتقطع، يعني كتجي متماسكه. دابا هنايا ان شاء الله دابا غادي نطلقوها. وهنايا الله يجزيكم الخير، كاين بعض الاخوات والاخوان ما كيعرفوش يعني البارتاج، كيقول كيفاش غادي شنو هو هذا البارتاج. يعني هنايا حنا دابا الانسان ماشي كلشي، الانسان قاري كلشي، انا كنهضر مع اللي ما كيعرفش، اللي ما كيعرفش الله يحسن العوان. والانسان راه كل واحد راه الوقت هذه والدنيا، وكل واحد والظروف ديالو، كل واحد وكيفاش مكتب ليه الله سبحانه وتعالى. هنايا ملي كتدخلوا لهاد لي فيديو، يعني فيديو ديالي بحال هكذا كما كتلاحظوا بحال هكذا، كندخلوا الفيديو اي فيديو دخلنا له، مثلا دخلوا لهذا ديال الكريمه، الطريقه ديال الكريمه ديال اللوز. هنايا دابا البارتاج، يعني هنايا مثلا كتعمل لايك، هنايا هذا هو اللايك للفيديو، كنعمل له بحال هكذا، ها هو يعني تفعل اللايك. هنايا المشاركه للفيديو، يعني غادي نشاركوا الفيديو مع شي واحد، يعني البارتاج هذا اللي عنده هذا السهم، هذا كنتمنى ان شاء الله يبان لكم مزيان. كنكليكيو عليه بحال هكذا، كيعطينا هنايا واش نعملوه في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا في انستغرام ولا بحال هكذا. كنكليكيو مثلا، غادي نكليكي على الفيسبوك بحال هكذا مثلا، غادي يمشي لهذا الفيسبوك بحال هكذا هنايا، غادي نعمل له النشر من هنايا، يعني بحال هكذا غادي
انا نشرته صافي، هذا هو كيتكنا البارتاج، يعني بارتاجيت هذا الفيديو هذا في الفيسبوك، يعني بحال هكذا، هذا هو البارتاج للناس اللي ما كيعرفوش، وكنتمنى ان شاء الله تكون الامور واضحة. واشتراك اللي ما مشتركش يشترك، ولا بحال هكذا دائما، باش ملي كتشترك كتعمل اشتراك كيوصل لك، كيعمل كيعطيك كيسميتو الجرس، كتكليكي على داك الجرس كيعطيك 3 ديال الجرسات هنايا، كتكليكي على داك الفوقاني مثلا اللي عنده واحد بحال شريطات من الفوق من هنا ومن هنا، هذاك باش كيعلمك هنايا، كيجي في هاد هنايا في هاد الاختيارات هنايا في هاد الاشعارات، باش ملي كتلقى مثلا جا الفيديو ديالي هنا كتكليكي عليه، غير كتكليكي عليه كتمشي ديريكت لعنده. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا القصد اللي بغيت نوضح لكم. وانا دابا ان شاء الله غادي نرجعوا لهاد العجينه ديالنا باش نشوفوا لاطار ديالنا كيفاش نعملوا ليها ان شاء الله. بحال هكذا، يعني الغلط ديالو خصو يكون بحال هكذا، هانتوما بحال هكذا الغلط ديالو يجي بحال هكذا. وهنايا دابا ان شاء الله غادي نجيب واحد لي سيركل، انا نجيب هاد السيركل هذا اللي القطر ديالو 26 سنتيم بحال هكذا، حنا كنعملو العجينة تكون كبيرة شوية. وهنايا نبيكيو شوية العجينة ديالنا بحال هكذا باش ما تنفخش ومنها طيب. هنايا دابا كنجيبو هاد المطلق كنقطعو العجينة ديالنا بحال هكا، يعني بكل سهولة. هانتوما هنايا باش تعلمو مزيان لاطارت كيفاش غادي نعملو ليها، وكيفاش غادي نقادوها بطريقة صحيحة وطريقة احترافية، ماشي يعني غير نوض عند لاطارت وصافي. وهنايا غادي نعمرو الكريمه ديالنا في هاد لابوش هذا، نجيب الحلواني ونعملو ليها واحد الدويه يعني سامبل بحال هكذا. وهنايا غادي نجيبو هاد الكريمه ديالنا اللي عدلنا، هانتوما يعني كتبقى كريمه رائعه. صافي هنايا دابا استعملنا الكريمه ديالنا، هنايا ما نعملوش بزاف، ما نعمروش حتى الكزميتو، يعني شويه يبقى واحد شويه بحال هكذا كما كيبان لكم. ها انتما كيبقى واحد شويه العجينه كتكون باينه شي شويه، ما نعمروش بزاف كاع باش ما يفيضناش. وهنا غادي نجيبو الخوخ ديال، وهنايا جبت هاد الخوخ كيكون ديال المعلب، يعني من هاد لامارك بحال هكذا. هنايا غادي نقطعو مثلا الخوخ ديالنا بهذه الطريقة، نحاول يعني بحال هكذا، وكناخدو هاد الخوخ ديالنا بحال هكذا، يعني كنشدوه غير شوية بحال هكذا. وكنجيبوه بحال هكذا بهذه الطريقه، هنايا نزيدو ليها هذا المرصو ديالو بحال هكذا هنايا، وغادي نمشيو عاوتاني بنفس الطريقه. صافي وبحال هكذا حنا كنكونو سالينا لاطار ديالنا ديال الخوخ. هنايا عندي واحد شويه ديال اللوز إفيلي هرستو شويه صغير بحال هكذا، انتما هنايا كنعملو واحد شويه بحال هكذا في هاد الفراغات هادو، يعني هاد الفراغات هادو كيخصهم يتعمرو باللوز إفيلي باش كيعطي واحد المنظر كيجي رائع فاش كطيب، والطياب ديالها على 165 درجة، ونخليوها طيب على خاطرها. معناتها بحال هكذا بغيتو تعملو اللوز إفيلي ولا الكوك تا هو، الكوك اللي كتلقاه غليظ تا هو كيعطيها واحد المنظر رائع. هانتوما بحال هكذا
كنغطيو كاع هاد اللوز اللي كيبان، هاد الكريمه ديال اللوز. تمام، وهنا دابا ان شاء الله غادي نمشي نطيبها. الفرن ديال الغاز، انا كنطيب في الفرن ديال الغاز، كاع هادشي اللي كتشوفوا يعني غير الفرن ديال الغاز، الحاجه الفرن ديال الضوء ولا ديال البوطه بالفولتيلاتور، راه كيطلع سلعه رائعه بزاف. هذوك عندي في الخدمه هكذا كيطلعوا حاجه مزيانه. اما ديال الفرن ديال الغاز، انا كنمشي معكم في الفرن ديال الغاز في المنزل، يعني باش كل حاجه تعملوها، اي حاجه اللي عنده الفرن ديال الغاز يخدم، اللي عنده ديال الضوء يخدم، كل شيء يخدم. وبنفس الطريقه هنايا الفرن ديال الغاز، الفرن ديال الغاز غادي نسخنو مزيان، وكنطفيو من الفوق وكنخليو غير تحت منها، وكنخليو داك الشيء قليل العافيه قليله، حتى كنشوفو يعني طابت، يعني الجناب ديالها كل شيء طاب، داك تحمر شي شويه، نشعلو ليها الفوق ولا نهبطوها تحت النار، غير كنشوفوها بدات كتاخد اللون ديالها نزولوها، وغادي نشوفوها من بعد ما غادي توجد لنا. ملي طابت يعني كما كتلاحظوا، يعني كتكون رطبه بحال هكا ولكن طايبه بحال الشكل ديال الكيك. وهنايا غادي نزولوا ليها هذا لي سيركل هذا، وهنايا غادي نعملوا ليها شويه ديال الناباج، يعني ولا المربى، شوف داكشي اللي حبيتو نتوما. هنايا ان شاء الله غادي نعمل عليها واحد شويه ديال السكر كلاص، ولكن قبل ما نعمل ليها السكر كلاص من الجوانب نحطو عليها شي حاجه بحال هكذا، يعني بحال هكذا باش كتعطينا الدور ديال السكر كلاص، كيبقى رائع بزاف. هنايا غادي نجيبو السكر كلاص بحال هكذا، وكنمشيو معها بحال هكذا نتوما نتوما. ثم هذا السكر العادي، وكاين السكر خاص اللي كتعملو على الناباج وما كيدوبش، اسمو سكر دوليج، يعني هذاك السكر كتلقاه يعني سبيسيال خاص لهاد الشيء هذا. انا واخا كندهنو لاطارت كامله وكنعملو ليها بهذه الطريقه، ما كتبقى بحال هكا، ما كينشف، ما كيشربش، انتم بحال هكذا ديال الناباج كما كتلاحظوا بحال هكذا، يعني الناباج كيعطيها واحد المذاق وواحد اللون رائع بزاف. وهلا طارت ديالنا واجده، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، وصراحه راه فتيه بزاف بزاف. وهنايا كنخليوها حتى تبرد، راه مازال سخونه شي شويه، كتخليوها حتى تبرد، وديك الساعه كتقطعوها اطراف كيف ما بغيتو وتعملوها في لونغيت ديالها. وكنتمنى لكم جزيل الشكر، والى اللقاء، وما تنساوش اللايك والبارتاج، وجزاكم الله كل خيرا، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.